بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في الأصل الأول من الأصول الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ ديبي كيبس حاضر يعني برنشي أصل ده يعني برنشي أصل من جنوة مس. نعم نريد أن نأخذ أقسام الدعاء. الدعاء ينقسم إلى قسمين. حاضر بس دعاء من قسم لرني كتمس إن شاء الله. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء إشكي قسم جبرندو برنشي عبادة. دعاء ده بطلدو إشكي برنس نصوراش مو دعاء ده بطلدو. دعاء عبادة ودعاء طلب. نعم. برنشي عبادة قلش. يعني عبادة قلش دعاء ديندو إشكي برنس نصوراش مو دعاء ديندو. أو هنا دعاء بلسان الحال يعني حال الإنسان كأنه يدعو أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة ويبعده عن النار. يطلب العلم يطلق اللحية يقصر الثوب يصلي يصوم يتصدق هذا دعاء العبادة. يعني ibadet nima uchun duo deyildi yoki qanday qilib duo deyildi desak xuddi odam o'zining holati bilan Alloh taoladan jannatga kirishni so'rayotgandek do'zaxdan jiroq bo'lishni so'rayotgandek ilm talab qilib namoz o'qib yurganligi uchun mushu ibadat ibadatlar duo deb atildi deydi. Na'am, al-thani du'a mas'ala du'a talab. Ikkinchi qism bir narsani so'rash, bu mu duo deyildi. Du'a al-ibada sarfu lighayrillah shirk akbar. Man salla sama hajja lighayrillah sajada lighayrillah طاف حول القبور أي عبادة تصرف لغير الله هذا هو الشرك الأكبر نسأل عافية السلام عبادة دعانة يعني ده قند الله عبادة بوسون وعبادتنا الله من باش قبرسية خلش يك الله من باش قبرسية عطاش بو كم شرك بلو بحساب لندو ده الثاني دعاء مسألة دعاء طلب إيش كين شخصين بس ديندك برناس نصوراش بو مو دعاء ديندو دعاء مسألة دعاء طلب ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة يعني برناس نصوراش دعاء سي إيش قسم جبرندو إيش كتير جبرندو فيما لا أقدر عليه إلا الله صرف لا إله إلا الله شرك أكبر مرأة مثلا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. إنزال المطر ترزق بولد مثلا هذا لا أقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فما بالنا وهو ميت شرك أكبر نعم دعاء مسألة يعني برناس نصوراش دعاء سي بس ديانك إيش كتير جبرندو برينش سي Allah Teala'dan başka hiç kimden kudret yetmeyen nesneni sorar. Bundan nesnen eğer adam Allah Teala'dan başka birisini sorapla kalsa bu mu çok şirik bulup hesaplandı. Mesela eğer adam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yangu yavruşunu sorsa ya ki aşunumu okşayan nesneni sorsa bu mu çok şirik buldu dedi. Naam. Al-Thani dua talab lakin fima yaqdir aleyhi mahluk. İşkinci kısım yani bir nesneni soraşta işkinci kısım Ademlerin kudreti yetiştiren nesneni sorar. Naam. Hal yasih an atlub minel mahluk şey'e yakdir aleyh? Mesela ben mahluktan yani yaratılgandan o kılalaydıgan bir nesneni sorsam bulamdu, bulamdu dedi şeyh. Mesela ben akul li hala, a'tini kaset ma. Mesela ben hazır bu ademden bana su bedip sorayım ben dedi. Yasih bi şurut arba. برای برسدن او قادر بولاده که نسلان سوراش بولاده لیکن تود شرط بلنده دو ان يكون الطلب من حي لا من ميت برنش سي اولوك آدم دن امس ترك آدم دن سوراش و ان يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني يطلب مثلا واحد هنا مثلا في هذه الدولة ينادي الولي مثلا الذي في الهند شون داخل اشكينش شرط ينمدا توغان ينمدا بوغان آدم دن سوراش يعني مثلا اگر دا برسي ينمدا امس Hintdeki bir evliyadın bir nesini sorsa bu bulmaydı o dedi. Thumma yatlub min qadir la min aciz. Naam. Hem şundakla aşu nesini kılalaydıgan, kadir bolduğan adamdan sorar. Yani insan la teharrak. Keyf atlub minhu an yu'tini kaset ma' mesela. Mesela eğer bire bir adam hareket kılamıgan bolsa, mesela oturup kalan bolsa, kanda kılıp ben onun su bedet soralayım ben dedi. الشرط الرابع أن أعتقد أن هذا سبب والذي بيد جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. هم توتن شي شرط يعني برابر السن وقادر بالله يدعو الناس نسوراش من أشو أدمني فقط سبب دب إتقاد قلشم كريك ديدو يعني الله تعالى بردغان من أمن ناسنا الله تعالى لكن بو أدم سبب دب إتقاد قلشم كريك ديدو نعم نعيد مرة أخرى يعني برقتن بون تكرار الله يمس الدعاء انقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة طلب دعاء إشكتبلك بولدو دعاء عبادة يعني عبادة لا دعاء دباتلدو إشكين سي دعاء مسألة يعني برناس سوراش مو دعاء ديلدو ديلدو دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر من صلى صام أي عبادة لغير الله شرك أكبر دعاء عبادة ني الله دن باشق برسي يقلمك يعني قندق لبر عبادة بوسون ونا الله دن باشق برسي يقلمك چون شرك شرك أكبر نعم دعاء الطلب دعاء المسألة قلنا ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر أما مسألة دعاء يعني سوراش برناس ني
و ايش قسم يبلون دولة لدغليلة ودعاء طلب فيما يقدر عليه المخلوق أن يصح بشروط أربعة بس دي عندك اگر مخلوقنا يعني يارتلغنن قدرتي يتغن ناسنا سورساق بولدو لكن توت شرط بلان أن يكون حي وحاضر وقادر واعتقد أنه سبب Біріншіден, өлік адамдың емес, тірік адамдың сұрышымыз керек. Үшіншісі, енімізді болғандың сұрышымыз керек. Үшіншісі, қадыр болалайдығандың сұрышымыз керек. Төртіншісі, біз оны пәкат бір сәбеп деп итқат қылышымыз керек. Инқасам ан-нас фил и'тиқад фил асбаб иля салатати ақсам. Адамдар сәбеплерге қарта итқат қылышта үш қысымға бөлініп кетті дейді. Сахих ва ширка кибар ва ширка асгар. Бәзі бір адамдардың итқады тоғра, бәзі бір адамдардың сәбепке қарта болған итқады ширк акбар ва салис. صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. بعض برادم لانن سبب لاجي بوغان إتقاد تغرى بعض برلانن شرك أكبر شون شرك بعض برلانن كتشك شرك ليه. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. تغرى بوغان إتقاد الله تعالى سبب قلغان ناسان السبب ده بلش. جعل الله سبحانه لنا الأسباب أسباب شرعية وأسباب حسية. الله تعالى بس جاي مثلا شرعي سبب لنا هم شو نقله بس كرالي لغان سبب لنا قلد ليه هذا لديه ألم في البطن مثلا مثلا بر آدم من قوس غور قلد ماذا يصنع نيم قلد يأخذ شيء من الأعشاب شيء من النعناع مثلا يضع عليه ماء حار ويشرب أو عسل مثلا بعض بر دور لان يلب مثلا بدو ياكي بعض بر ياكي حسن يلب يشب ساقيدو ديدو أو يأخذ مثلا دواء من الصيدلية ويشرب ياكي دور ستفيلب ودورنا إيشب سقيدو دينا يعتقد أنه السبب الله سبحانه وتعالى هو الذي بيد الجبل منافع دفع المضار هم شو وقت من أزداء مشو ناس لأنه فقط لبر سبب أما حقيقي خلو ده منفعت با هم باشق ناس فلالي دغاني الله تعالى بقول ايدو دينا هذا السبب محسوس ملموس مو بوصا كرب ترالي دغان سبب يعني بزون كرب ترالي نس أو يقرأ الفاتح على بطني مثلا ياكي مثلا قصرنا تطب فاتحة وقيدو ديدو هذا السبب شرعي رقية شرعية بو بوصل شرعي سبب يعني بو رقية ديدو بو شرعي سبب ديدو هذا صحيح أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب ما حسا كالدواء أو شرعا كالرقية الشرعية من بو بوصل طغرى أدم الله تعالى سبب قغان ناسنا سبب دب برسا مثلا الله تعالى من شرعي سبب لنا ياكي بس كورب ترى الله يدغان سبب لنا سبب دب برسا بو طغرى ديدو نعم الثاني أن يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك أصغر. إشكنش قسمي يعني آدم لنا سبب كقرطة بوان إتقاده الله سبب قنغان الناس لنا سبب دبويلاتو بو شرك أصغر يعني كشك شرك ده. بعض الناس يضع على البيت على السيارة على الأولاد رأس الثور أو الأسد أو الحوت أو الكف. بعض بر آدم لنا بيقول يا ياكي أزنو بالصغا إسوالدو ياكي أزنو ماشنستا إسوالدو هتمنع الناس لنا. مثلا دیدو شرنم بیشینی یا کی بر پول نی یا کی بر ناس نی اسوال دو دیدو. اول عین یا کی کوز نی. او حافر الفرس یا کی آتمن طیغ نی. نعل قدیمه یا کی کونا بر ایاق نی. بعض الاشیاء من البحر بعض الاشیاء یا کی دینزدن این دغدغان بعض بر ناس لانی یا کی بعض بر درخت لانی. خاز زرقا یا کی یشل کوز منچاق یشل تصویر لانی. یکتب بعض الكتابات بعض الاحرف ياكي بعض الناس لان يازدوا بعض الحرب لان يازدوا ديدو. لماذا تضع هذه الأشياء على البيت على السيارة؟ نمدت مشون الناس لان يزانوا ينجا يزانوا مشن الله قويسن. قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب لدفع عين. نقول هذا الشرك أصغر لأن الله سبحانه وتعالى ما جعلها أسباب لدفع عين. أجر وادم. çünkü الله تعالى بني ساقنش üçün himayelinish üçün sebep kıldığı da dese dedi biz onun kadayımız ki bu olsa küçük şirk çünkü Allah تعالى bunun sebep kılganı yok. وإذا قال لا هي بذاتها تدفع الجن والشياطين هذه الأشياء. هذا شرك أكبر. أما إذا مشون أصلا أز أزلي قدن من الشيطان لادن جن لادن يمان لادن ساقلا دلسا من أبو بوسا شوم شرك أكبر ده. الله تعالى بزنا بزى ساقسون بده. نعم أيضا عندنا أقسام الذبح عندنا الذبح على ثلاثة أقسام. شو نقول مالını boğuzlar yani kurbanla kılış üç kısımda bölündü. ذبح هدي وأضاحي وعقيقة وصدقة لله سبحانه وتعالى. Birincisi Allah üçün, eğer adam kurbanla kılsa, ya ki mesela akika kılsa, şununla okşaş Allah üçün bir nesini boğazılsa. Bu kırksın. Thani, şirk akbar. O hezzebh li gayrillah mehabbeten ve te'azim. Yuhib hala ve yu'azzimu. Kezzebh li cin li ashabil kubur. İşkinçisi, yani boğazılaşının, kurbanla kılışının işkinç türü çok şirk. Bu olsa, eğer adam Allah-u Teala'nın başka birisini uluğulap durup,
onunğa muhabbet bildirip turup bir nesini boğuzlasa dedi. Mesela ölüklüğe kurbanlık kılsa, yani başka bir nesliğe, Allah'tan başka birisiye uluğlap hem muhabbet kılıp kurbanlık kılsa bana bu olsa çoğun şirik dedi. Thalith min al aqsam al-dhabh, dhabh caiz. Yadbah hatta ya'kul, yadbah lina cezzar yabi'i luhum, yada caiz. Üçüncü türü, yani boğuzlaştığının, kurbanlık kılıştığının üçüncü türü caiz, yani bolduğan. Bu kayısı ise mesela adam göç iş için milini boğuzladı. Ya ki başka birisiye hediye bir için boğuzladı. Bu olsa durus, bolu dolu. Kedalik el khauf yanqasim ila thalathati aqsam. Şundakla kokuş, kokmak bir nesini üç kısımge bölüm dolu. Khauf, ibadet, yani ya khauf. Ve hada el khauf yukarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ne ya'bud Allah beyni el khauf ve raja. Birincisi ibadet boğan kokuş. O kayısı ödese eğer adam Allah-u Teala'dan korksa, bana bu olsa ibadet bulduğundan korkuş. Çünkü bu Allah-u Teala'yı yakınlaştırdı. Adam Allah-u Teala'ya korkuş bilen ümit kılıçının arası da ibadet kılıç gerek dedi. Ve ta'zim lillah subhanahu wa ta'ala. Hu yakhaf min Allah en yu'azzim Allah. Hem şuna da bu korkuş, ne mi için desen Allah? Çünkü adam Allah-u Teala'nın uluğulaydı. Uluğulaydı için korkudu. Ve sir, yani la يعصى الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يره أحد لأن الله سبحانه يعلم السر وأخبر. الله تعالى هنا كل غنى سنة كل مصل كلا جديد. هذا تعالى هنا كل بترضى. هذا الخوف صار في الغير لا شك أكبر. مشونا كوكش مي أجر آدم الله من باشقا برسيا قلب لقاسا مثلا أشونا برسنا كوك لقاسا بو شريك أكبر شون شريك ليه. عندنا خوف طبيعي يخاف من الأسد من اللصوص من قطاع الطريق يخاف من النار. جاهز. شونا الله كوكش من برتري تبيه تري. Yani Adem mesela otun kok. O kokuş tabi bu bolu dolu dedi. Bununla hiçbir bir mesele yok. Ve indela nev'u min al-khawf muharram. Kan yakhaf mesela min al-makhluk ve yuti'u fi ma'siyetillah. Şundakla kokuşunun üçüncü türü haram bolgan türü. Yani bomaydıgan haram bolgan türü. O mesela bire bir makhluk ne? Allah-u Teala haram kılgan nesle kokup aşıl haram nesle kılış. Bu olsa haram bolgan kokuş. Al-halif bi gayrillah, şirk asgar. Hem şunda kılan mesela Allah'ın başka birisinden kasam kılış, küçük şirik. O mislu bedel an yenzir lillah, yenzir li gayrillah.